السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر قناة ناظور سيتيز الالتفاتة يا نبيل يعني غنعطيك هذا تبركي غنغي نعدد مشاكل من مشاكل تاع نزيس الساكنة. من بين هذه المشاكل يعني النفايات ما مش زار من العديد من الابواب باش يعني انا فشل نجاوب زي المسؤولين وانو في رجل نجاوب زي سن يعني هم زوات وتسن دغان كور مع السجن خنق شويه يعني جمع شويه كن شويه ولكن خو ازيد من شهر نشين يعني الازباله قيد دنيتا شهر 6 ونوم يعني غنغيج مشكل ضم قرا. من بين هذه المشاكل يعني الحساسيه حجر مزيان مارش الحساسيه يعني من العديد من المشاكل يزن الحشرات يعني الحي تاع انا العديد من المشاكل. وبما ان هذه المشاكل نغني تم قرا نكتازي زي النفايات ونشين تتازي المسؤولين دي الاتجاهية ونيتا نهزو غندق نجي الالتفات هذا نجمع انا نجمع الغيف هذا نيتا ونيتا بركي وتجيبو ديج المشكل ونيتا ونيتا جي المشكل زي المشاكل اللي غانغ يعني ذي الحي وذي العديد من المشاكل نغني يعني خاصنا نستورع هذا ان شاء الله. النفايات أو ما يسمى بالأزبال التي دامت أكثر من شهر ويزيد عن ذلك رغم مراسلاتنا وكتاباتنا عدة رسالات إلى الشركة إلى مدير شخصيها يعني ذاتي مدير شركة عفيردا ولكن بدون يعني أخذ المشكل بعين الاعتبار يعني لا مبالاة للشركة رغم أن راسلنا وصورنا يعني وبعثنا الصور عبر الواتساب وعبر الفيسبوك ولكن لا حياة لمن تنادي. يعني هذا الشيء من بين النقاط نحن غارقنا ونغرق في نقطة هذه النقطة السوداء وهي الأزبال والنفايات فما بالك المشاكل الأخرى على سبيل المثال الطرق غير معبدة كذلك الواد الحارة غير معمم في هذا الحي الذي يعاني الإقصاء والهشاشة والفقر يعني واستفادت علما أنه استفادت عدة أحياء من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على حساب هذا الحي يعني مع إقصاء هذا الحي هو الوحيد في من أحياء وفي أحياء مدينة الناظور الذي لم يستفيد من مشاريع التنمية المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونأسف له. مرادنا وطلبنا هو تلبية مطالب هذا الحي هذا حي ومطالب الساكنة وهي الطريق يعني تعبيد الطريق وتعميم شبكة واد الحار يعني والقضاء على النفايات هذا هو المطلب الذي دام أكثر من 30 سنة. هذا الحي يعني يعاني من الهشاشة والإقصاء والفقر لمدة تزيد عن 30 سنة. كلشي قخزان دايس كلشي قتخمام دايس طوموبيل قشوم فراتي والدري هنا تجينا كاميون والله ما يعلو الدا والله ما يوزداني تتخزان دايس موت في الطاوين ولكن وغاز دوسين قاع ما راه خزان دايس افراد اخو خربي انت ثاني تات واخا ربي غنمشي انا قارب دايت عمار نمشي انا قتوين ارخوش انت رايسي مانا ثراق شفرد داني تات واثيسين صحابو زارزان تفرغ دا صحاب الجمعه دا صحاب سيدي محمد الغريب ذا افراد مرات كبان تيدار خوم شنو يدو تازو باش تيدو خزان دايس مره خزان دايس وجو غي السيور درمون كام انا يا صاحبي والله الا درمون كا حشومه قاري حتى نغانغ ذاني تات الناموس يعذمانغ خوك شتا سندي قزين انت شارقن وارساها افراد قشي تسيح ذاني تات اما نواصول كون تغانغ ديها وجو غي عازم نتواص قاع ساري حتى نواصول قاع وعذمنا نغاسا قا درمون كام انا يا ابو زازان اه واي سيوير حد خوم شنا قاع ام شنا قاع واز دار النخبة ام شنا الترو ام شنا التوت اليوم كنتواجدوا في الحي ولاد بوطيب على نقطة التي أفاضت الكأس
هذا الحي المهمش لأكثر من 3 عقود، يعني أكثر من 30 سنة هو مهمش ولم يستفد من أي مبادرة، مبادرة التنمية البشرية أو مبادرات سواء من المجلس البلدي أو من المجلس الإقليمي. مع الأسف يعني هذا ما يحز في النفس. الأزبال تلاشت في جميع نواحي وضواحي حي ولد بوتيب أكثر من شهر، وهذا أحيي كل فرد في هذا الحي على صموده والتزامه معنا كجمعية. التزم معنا كان ما كيخرجش الأزبال إلى أكثر من يعني أكثر من 3 أيام كيحتفظ به في الدار ديالو ما كيخرجوش، لأن كانوا التزموا معنا كيخرج الكاميون كيجمعوا على الديور. اليوم أصبحنا أن النفايات ما كتجمعش من شهر الشهر، وهاد الناس واش كيخدموا ب 40 يوم؟ يعني هذيك القاعدة ديال 40 يوم كيجمعوا الأزبال من 40 يوم؟ انا ما فهمت والو. وهذا الحي يعاني من بنيه تحتيه، يعني واد الحار ما عندوش، لا سينيسمو ما عندوش، الطرقات كل شيء غارق في الغيز، الطوبيس عندنا مشكل، يعني الى حد الساعه كاين مشكل ديال الطوبيس، غيروا له الاتجاه، وهنا السكان والتلاميذ وال يعني والموظفين كل شيء كيعاني. وهذه الرساله اوجهها للسيد العميل، لأن السيد العميل علي خليل وجهه لك كمواطن مغربي له غير على هذا الوطن وعلى هذا البلد العزيز، أني أوجه لك رسالة ونرجو فيك خيرا، لأن شفناك منين جيتي درتي مجموعة من التغييرات على المستوى الإقليم ونشكرك جزيل الشكر. نطلب منك أن غادي تشوف عند هاد الناس عند هاد السكان وتحلل وتنقص يعني من المشاكل التي يعاني. انا كنعرفوا ان البلاد العزيز فيها بزاف ديال المشاكل ما نقدروش نحلوها في نهار واحد، ولكن نقصوا من المشاكل. ومن بين يعني الحوايج اللي كيعاني منها هاد الحي يعني حوايج بسيطه، الطريق، واد الحار، جمع النفايات، يعني ابسط شروط وابسط حوايج ديال الواحد يعيش يعني في يعني حياته كريما. خميس شاتو نزار بجاع ذوينات ويمحضر نتي خميس حصاد غانو نتي مساعدون فما الملل تنياني نتا دي الشارع دي روست اخر بيخ سمش حاج قمي تاج قمي وخذت ثاني تحقق انت الداع ثاني وخذت لبولا نسنو وتي مسات عذو قاع نهائيا والتسجين حوجين تاعنا وافراد عاود يتك 15 يوم وش زيادة يخساني تتكيك الشاوين يتك وانت ترى نغعرني بريد انا نكسن ثي سنين ذي رسنو بريد انا عذرن بريد اقشي قرقو ذي غابث عذرن قدرون وينث اقجاني تاولو فهمت؟ ويه ما من دوم غيني انا من غوم كتور ام 6 ونوم اي فوراد قميس مثكي عما ولد بوتيب منهم القنطاطه ثاني تر بدات عما انت حرق راغي غير المسؤولون ود تيسن اثنين 3 سيمانات يدريسن ادي سي نفران وي غزاري عاود توار ما مشي كاع عما زيد طافر طاف انت تاع المسؤولون هذا معاون خي غزاري غزا من مسجن اثنقال مريق قيمه موقيت شكل لجنه خطا مقرن وشي انت تاع زيد المسؤولون المره هذا نقلم شنا ولاد بوتيب اولا اني غاوم النفايات ومفرد قوى الجميع سغتكل وثاني اني بريذن ولاد بوتيب لتحتاني كقيمه مني لا ابريذن لا واد الحار لا والو من دوم غير لا فيفا وين كل مقعدي الترام اي وذان قعدي الترام انت شكارك نتمنى المسؤولون هذا نغد غزان شويه هذه ولاد بوتيب باش انا غنقنا مشينا منهم النفايات النفايات قني غاش تشكلي جن خطا خضا وان مار هرشن يحنا جال مار هرشن ديني السنينين مقرن مار هرشن المرض هذا نيتا مفرد يخصها في اقرب الوقت هذه سين السيف رضا وتجين شاد نيتا. النقطة الثانية من بين المشاكل التي تعاني منها كما قلنا سابقا حي ولاد بوتيب سيكتور بي هو نقطة النفايات في الواد براقة. هذا الواد الذي قريبا كما كتشوفوا أن قريب يتسد بحكم أن الناس كيجيبوا يعني الأزبال كيفرغوا فيه،
ومنين كيفرغوا هنا الازبال. المشكل العويص هو ان المشروع اللي اعطى له الانطلاقه اللي كي يعني الانطلاقه جلاله الملك هي مشروع مارتشيكا اللي ترصد له ميزانيه ضخمه. هذا الواد كيصب في بحيره مارتشيكا. السلام عليكم اسيدي. من داش غينا غادي عمرنا خنغدي نمشي انا غاسي فورد تاع تاع ما عندها فرز النادات نتفرغ ثاني تاع قغزا فغفا قغزار دا غثوذرين اما نمشي انا عمان تسوفرد انا غير نغدي غاسو غار فرز نغاقد غقفر انت الزرخاس نخي قوم يتفرغ انت ركورن تكورن كيف نداس ندير المناوي قراش واحد ما يتخسر وغاسن خاصنا غير الدبار القاخينا قا كسين دفر هذا موزين نادو حتى وين اخذي دانيتا اغزار قي عمار هذه هو غنزار غزار فورتي غدا غدا قتبل داني غزار